السلام عليكم. هسه بدنا نكمل شرح المومنت اريا ثيوريم. بالفيديو السابق شرحنا عن بدايه هذه الطريقه، حكينا انه لو كان عندي هذا الشكل وبحسب مثلا المماسات او الثيتا سي او اي شيء بخص نقطتين A و B، حكينا نرسم الالاستيك كيرف وبناخذ مماس عند ال A ومماس عند ال B ومساحه المومنت جرام على ال E I لل E I ال A وال B هي بتساوي زاويه ثيتا اللي بتنتج عن تقاطع المماسين، وكانت هي عبارة عن ثيوري واحد ثيتا بي اي. هيو دائما السلوب الناتج عن مماسين بالإلاستيك كيرف بتساوي مساحة الأم على اي اي بين النقطتين اللي أخذت لهم مماس، وهي ثيتا بي اي يعني بتقابل هاي. حكيت دائما انه ثيتا بي اي بتساوي ثيتا اي زائد ثيتا بي لانها زاوية خارجية. بعدين حكينا كمان ان المسافة العمودية بين المماس بين المماسين بتساوي المومنت اوف اريا، مش المومنت اوف ا فورس، المومنت اوف اريا يعني المومنت اللي بتعمله المساحة المومنت دايجرام حول النقطة. اي نقطة؟ النقطة اللي بحسب لها تي ذا كذا، يعني بي اي يعني تي بي اي، يعني انه تي انه بحسب المومنت حول بي. حكيت هاي تعريف انه هاي تي بي اي او تي اي بي، طبعا واحد منهم كافي انه يحل السؤال. حلينا هذا المثال مع بعض بين رولر، حكينا اول خطوة انه وجد الرياكشن، هون الرياكشن 5 وهون الرياكشن 5، بالشير دايجرام زي هيك والمومنت دايجرام زي هيك. برسم بعدين رسمة الالاستيك كيرف، يعني رسمتها باللون الاخضر، وحكيت بعدين انه هاي اللي عدلتها باخر الفيديو، دلتا سي وتي سي اي. دلتا سي هي هاي دائما دلتا سي نشوف البيم بوين بوصل، وتي سي بالنسبة لأي هي المسافة بين المماس الأفقي هاد والمماس اي. كان مطلوب مني لو وجدت ثيتا بي اي عادي بس بستفيد منها من الحل، ولو اوجدت تي بي اي واخذت المثلث هاف كامل، لو انا معي هاي هي الزاوية ثيتا اي، هاي ثيتا اي، فبحكي انه تاني الثيتا بسبب استعمال الزوايا الصغيرة small angle theory، ثيتا اي بتساوي تي بي اي على المسافة هاي اللي هي 6، تي بي اي معي والستة معي، فبطلع ثيتا اي، ومن ثيتا اي والثيتا بي اي بقدر اجيب ثيتا بي. وحكينا لانه سمبل بيم فالزاوية متساوية، وهذا اللي صار بالحل. وهاي المماس بين مماس ومماس، هاي ثيتا بي اي، وبخصوص المومنت اوف فورس لما انا حسب التي بي اي فهاي هاي المساحة الاولى وهاي المساحة الثانية، هاي تركيزها سنترويدا هون وهاي سنترويدا هون، والمسافة بتعملها هون هيها 2 هون اللي بتعملها 4 هيها. حسبت المساحة وضربتها بالسنترويد، بعدين جبت الثيتا اي زي ما حكيت 22.5، ولو بدي احسب عند البي حكينا ما هي العلاقة الزاوية الخارجية هي ثيتا بي ثيتا اي، وكان ثيتا بي 22.5. عشان قيمة الديفليكشن بحسب انا ايش التي سي بالنسبة لاي، بس مساحة واحدة لانه بين الاي والسي، تي سي بالنسبة لاي يعني بين الاي والسي، فبحسب السنترويد للمساحة اللي بين الاي والسي وبضربه بقيمة المساحة، بجيب قيمة التي سي اي. قيمة التي سي اي بتفيدني انه انا بعرف انه الارتفاع المثلث كامل، نرجع للشكل، ارتفاع المثلث كامل هو لو سميته واي، فتان الثيتا اي، معي تساوي الواي على 3، بجيب قيمة الواي وقيمة التي سي اي معي، واي تساوي دلتا سي زائد تي سي اي، بجيب الدلتا سي، وبخلص الحل. هذا اللي صار واللي عملته بالفيديو السابق، كان كله حكي فيديو السابق. هاي جبت الواي، بعدين حكيت واي بتساوي تي سي بالنسبة لأي زائد دلتا سي، طلعت معي دلتا سي 45 وهي نفسها قيمة الماكسيموم ديفليكشن. طيب المثال الثاني يكون فيه فيكس، الفيكس أسهل بكثير طبعا، بيقول لي أوجد السلوب والديفليكشن عند النقطة بي عند النقطة سي، نوجد على نهاية البيم وعلى نص البيم. برسم رسمة المومنت دياجرام، طبعا برسم عادي، ما هو المومنت هون كان 9 في 9 81 زي هيك بعمل، والمومنت هذا عكس عقارب الساعة
عكس عقارب الساعة بالزن للسالب، فهيك سالب 81. وايش هاي؟ اي اي ايوه، المومنت هون بالنص كم؟ نص ال 81، 40.5. بقطع بشوف كم المومنت عند البي، 9 في 4.5، 40.5 تمام. فهذا المومنت دياجرام، ارسم المومنت دياجرام قسمته على اي اي، بشوف هسه الممسات. هذا الالاستيك كيرف معروف عندي، هذا فيكست، هذا فيكست مثل ماشي مستقيم، بعدين بنزل. هذا الالاستيك كيرف، فباخذ مماس عادي طبيعي عند A ومماس عند C، فهاي المسافة هي T TC بالنسبة ل A، واللي هي نفس دلتا C فعليا. وهو نفس الاشي TB بالنسبة ل A، وهي نفس دلتا B. وبالنسبة للثيتا، ثيتا C بالنسبة ل A هي نفس ثيتا C، وثيتا B بالنسبة ل A هي نفس ثيتا B بالتبادل والتناظر. هاي الرسمة، هاي الرسمة عندي. لاحظ انه هذا المماس عند C، وهذا المماس الافقي اللي هو نفسه هذا. فلاحظ انه ثيتا C هي نفس ثيتا C بالنسبة ل A بالتناظر او بالتبادل. فثيتا C بالنسبة ل A عارف قانونها، هي المساحة تحت المومنت دايجرام. طلعت معي سالب 364 على اي اي، سالب لان المومنت سالب، مش مهم الاشارات هون. وبالنسبة للدلتا C زي ما حكيت هيها، فانه دلتا سي كمان بتساوي تي سي بالنسبه ل A، مبين واضح عندي. فايش بدي خلص، بحسب مساحه المومنت دايجرام، وبحكي انا تي سي بالنسبه ل A، فباخذ حول السي، باخذ حول السي، فهي قيمه المساحه 364.5 مضروبه في 2.39، ثلث الثلثين، ثلث من الزاويه القائمه، سنترويد ثلث من الزاويه القائمه. هاي مسافه 3 وهي المسافه 6 اللي هي 2.39. فهي قيمة سي بالنسبة لـ A، وهي نفس قيمة الدلتا سي. طيب لو بدي أحسب عند B نفس الإشي، بيفرق عندي إنه المومنت دايجرام لما أحسبه أحسبونا هاي المساحة، أحسبونا بس هاي المساحة. فهي بقسمها لمثلث ومستطيل وبحل هاي الحالة تحت، يا شايف. هون لما أحسب لـ B بنفس الطريقة، B بالنسبة لـ A، بعدين ثيتا B بالنسبة لـ A نفسها هي ثيتا B، وهي عبارة عن المساحة، مساحة مستطيل زائد مساحة مثلث. طلعت معي هيك. ولما تحسب المومنت حول مين؟ لو بحسب حول B، بحسب حول B لأنه تي بي بالنسبة ل A، فبالتالي بحسب حول B. فهذا المستطيل مساحته 182.5 مضروبة في كم؟ في 4.5 في 2 اللي هي 2.25. والمساحة الثانية نص القاعدة في الارتفاع، نص في 40 في 1.5، هيها ايش اللي هي 91.25 في ثلثين الاربعة ونص، ثلثين الاربعة ونص. هيك جبت تاي وتي بي بالنسبة لأي نفس الدلتا، فهيك انا جبت قيمة الحال. السؤال الثالث نفس السؤال الموجود بالدبل انتجرال فوق، هي بالدبل انتجرال موجود نفسه بنفس الارقام، وايش طلع معي نفس الاجوبة وبالاشارة. خلينا نشوف كيف حليته باستعمال طريقة المومنت اريا ثيوري. بكل بساطة رسمت الإلاستيك كيرف، وعاد أخذت مماسات، هذا مماس من عند السي، وهذا مماس من عند الأي، وهذا بده يكون مماس من عند البي، وهذا مماس من عند السي، زي هيك. فهاي المسافة تي بي بالنسبة لأي، هاي الزاوية هي ثيتا أي، وهاي المسافة من هون لهون تي سي بالنسبة ل A، والمسافة هاي الصغيرة هي دلتا سي، هي دلتا سي. شو صفة المشكلة؟ كم المسافة هاي؟ ببساطة هاي المسافة بجيبها من تشابه المثلثات. كيف؟ إذا هاي تي بي بالنسبة ل A مسافة 6، هاي تي بي بالنسبة على A بالنسبة ل 9، يعني كم هي تقريبا؟ هي من تشابه المثلثات، تي بي بالنسبة ل A على 6 بتساوي 9 على X أو على Y مثلا. Y بتساوي كم؟ 9 على 6 يعني 3 على 2 يعني 1.5 في B بالنسبة ل A. هاي المسافة اللي من هون لهون، من هون لهون 1.5 T بالنسبة ل A. فبحسب أنا T B بالنسبة ل A تحت المومنت دايجرام، بضربها بالسنترويد تبعها عند ال B،
وبطلع تي بي بالنسبة لأي، وأنا بحسب تي سي بالنسبة لأي، فتي سي بالنسبة لأي ناقص 1.5 تي بي بالنسبة لأي بجيب الدلتا سي، بجيب الدلتا سي. خلينا نشوف كيف الحل. أول شيء رسمت المومنت ديجرام، هاي المومنت والشير ديجرام، فهاي الشير ديجرام سالب، المومنت ديجرام سالب 30. برت المماسات للنقاط اللي بدي إياها، هاي المماسات، هاي الثيتا اي، ولاحظ الثيتا اي كم بدها تساوي؟ تي بي بالنسبة لأي على 6. بي بالنسبة على A لا على 6، وهاي الواحد ونص تي بي بالنسبة لA، وهاي الدلتا سي، هاي الدلتا سي بالنسبة لA، فبحسب الأشياء المطلوبة مني. يلا الدلتا سي بالنسبة لA مساحة المومنت ديجرام بين السي والA، اللي هي نص نص في ثلاث في نص في ثلاث في 30 زائد نص في ثلاث في 60، هاي يعني 135. بي بالنسبة لA، بي بالنسبة لA أنا باخذ المساحة AB، بحسب لها السنترويد. أول شيء قديش هي المساحة؟ هاي نص في 30 في 6، هاي نص في 30 في 6، والمسافة حول البي كم؟ ثلث الضلع، من الضلع 6، فكم ثلثه؟ 3 أو 6 على 3، فهي 180. فهي تي بي بالنسبة لأ، وأنا عرفت قبل شوي حكيت إنه ثيتا أي هي تي بي بالنسبة على أ على 6، ثيتا أي، لما أجيب ثيتا أي ومعي ثيتا تي بالنسبة لأ، أجيب الثيتا سي من العلاقة إنه الثيتا سي بالنسبة لA بتساوي حاصل مجموع الزاويتين، فالثيتا سي 105 على إي آي. لو ترجع تعمل إنتجريشن بيطلع معك الجواب سالب 105 على إي آي، وأصلا هاي سالب ليش؟ لأن المومنت ديجرام سالب، أنا ما حطيتها هون، ما حطيتها هون، بس هي سالب 105 على إي آي. طيب بالنسبة تي سي بالنسبة لA، تي سي بالنسبة لA يعني باخذ الشكل من سي لA، فهاي سنترويدها، هاي نص في 30 في 3 2، لأنه هاي سنترويدها هون مسافة 2، وهاي سنترويدها لهون، هاي سنترويدها على مسافة 6 على 3 2، فهاي المسافة بضربها ب 5، وهاي المسافة بضربها في 2 المساحة. قيمة سنترويد هاي أنا ما أجي أحسبها، بتطلع تي بالنسبة لها نص في 30 في 3 في 2 زائد نص في 30 في 6 في 5، هاي جبت التي بالنسبة لA، وأنا جبت التي بالنسبة لA ما هي حكينا 1.5، فمن خلالها بجيب الدلتا سي، جبت الدلتا سي، أنا هاي طلعتها، ضربتها بواحد ونص، طلعت منها التي بالنسبة لA، طلعت معي الدلتا سي 270 على أي آي، 70 على أي آي. طب خلينا نحل هذا المثال أو نحكي عنه. هذا المثال نفس المثال السابق، بس المومنت هيك 500، المومنت 500 يعني الرياكشن هون 500، فالمومنت ديجرام إله هيك. مومنت ديجرام إلو كم؟ هذا 500 مع قارب السائل بطلعني 500، بعدين بظل ماشي مستقيم ما فيش رياكشن يرسلني، فهذا هيك بكون قيمته 500 و500. شو المشكلة هون؟ عندي هون لاحظ الـ I، يعني هون الـ EI، الـ I هون 8 في 10 قوة 6 هون 4 في 10 قوة 6، يعني إذا هاي EI فهاي 2 EI، ونحن حكينا لما نحل على مومنت أريا ثيرا من نقسم على الـ EI، بالتالي هاي 500 بتصير 250، وال500 لهم بطل 500، تمام. بالتالي المومنت ديجرام صار عندي زي هيك، طلع هاي 250 على اي اي، وهاي 500 على اي اي، فالمومنت ديجرام صار عندي هيك. هسه لو بدي احسب انا الديفليكشن عند البي او عند السي، نفس الطريقه باخذ مماسات، مش راسم رسم المماسات، انا برسم لك اياهم. هذا عندي السلوب هيك، وبعدين هذا المومنت بيطلعني لفوق، فبكون هيك هون شكل المومنت. مهم المومنت طلع معي موجب، فالتقعر لفوق، فهي لفوق، فبالتالي خلص مماسات من عند السي، هاي مماس اول شيء من عند الاي، ومماس من عند السي، خلص من مماس عامل حاله من حاله، فهاي الدلتا سي او الدي سي بالنسبة لاي نفس الدلتا سي، وهي نفس الاشي الدي بي بالنسبة لاي، والثيتا سي هي نفسها ثيتا سي بالنسبة لاي، خلاص بحل طبيعي. هي ثيتا سي بالنسبة لA هي نفسها ثيتا سي بالنسبة لمساحة المومنت ديجرام. مساحة المومنت ديجرام كم؟ 250 في 4 زائد 500 في 3، يعني 1500 زائد 1000، هي قيمة ثيتا سي. طب ثيتا بي بحسب المساحة بس حول المومنت ديجرام، المساحة هاي كم؟ 250 في 4. لاحظ لو كان اي اي هاي 500 في 4 زائد 500 في 3 فرق وين. وبعدين تي سي تي بي بالنسبة لA هو نفسه دلتا بي، فهو قيمة المومنت هاي من بي لA، بس هاي من بي لA
من بي ل اي، المساحة كم؟ 250 في 4، ونص المسافة كم؟ 2. 250 في 4 في 2 هيها، اللي هي هاي المساحة 1000 في 2. هي بالنسبة ل اي عندي انا مساحتين، المساحة الاولى في 2 زائد 3 وهي 1.5 لانه طولها 3. تمام. طلع اخر مثال وهو المهم. اخر مثال بحكي لي اوجد السلوب عند السي بتكون في لود موزع. في عند لود موزع هنا بالتالي المومنت دايجرام راح يطلع عندي سالب فالطار لفوق، فبطلع عندي المومنت السلوب هيك، واجباري هذا الاشي بينزل لتحت وهذا بده يطلع لفوق. برسم المومنت والشير دايجرام، رسمة المومنت دايجرام هذا انه هذا موزع في المومنت مقعر. فهون المشكلة، المشكلة انه هاي المساحة مقعرة، كيف احسب مساحتها؟ بكل بساطة انا بعطيك قاعدة من عندي بحكي لك، توقع حكيناها قبل، لو كان عندك هذا الشكل زي هيك مقعر للاسفل او مقعر لاعلى قصدي، كانت هاي بي وهاي اتش، المساحة تبعته ثلث بي اتش، السنترويد تبعها سنترويد عن الراس هذا تساوي 3 على 4 بي، هي الاكس بار 3 على 4 بي، يعني كاني كاتبها هون، كاني كاتبها تحت هيها 3 على 4 بي من الراس من الصفر من هون، يعني من هون. الشكل الثاني، الشكل الثاني لو كان عندي مقعر للاعلى يعني زي هيك، مساحته هذا 2 على 3 في اتش، سنترويده انه 5 على 8 من الراس، 5 على 8 من الراس. تمام تمام، بس هيك بجيب انا المساحات فبكمل طبيعي خلص، الشكل ما صارش عليه اي شيء غريب، حسبت رسمت المماسات المطلوبه. طبعا هذا السؤال محلول بطريقه ثانيه، لو بتشوفوا بالسلايدات دكتور ياسر تلاقوه محلول المطلع ايه بالنسبة لسي وحال على اساس، انا لا حليت زي اللي انا متعودين عليه، حلين تي سي بالنسبة لأي عادي ما بفرق معي، طلع معي نفس الاجوبة. ثيتا سي بالنسبة لأي هي مساحة المومنت دياجرام بين السي والأي، هي نص 32 في 8 زائد ثلث 8 في 32 لانه هذا مساحة مقعرة، هيها نص في 32 في 8 زائد ثلث في 8 في 32 وهي نكتب لك إياها نوت. فهي الثيتا سي بالنسبة لأي هي مش نفسها ثيتا سي أو ثيتا اي، فعشان هيك بدي أطلع إيش تي بي بالنسبة لأي. تي بي بالنسبة لأي أنا بحسب المساحة بين الأي والبي، بأخذ لها المومنت حول البي، هاي المساحة بين الأي والبي مثلث نص 32 في 8 هيا هون موقعها في إيش 8 على 3 8 على 3 فهي بي بالنسبة لأي. شو هسه كمان بقدر أجيب، احنا حكينا هاي المماس لها كيف، المماس لها هيك، فبالتالي هاي المساحة إذا هاي بي بالنسبة لأي فهاي كم بدها تكون؟ قبل شوي تشابه مثلثات، إذا هاي أعطتني تي بي بالنسبة لأي فهي بدها تعطيني كم؟ تعطيني 2 تي بي بالنسبة لأي تشابه مثلثات. بحكي تي بي بالنسبة على ايه على 8 بتساوي واي على 16، فبالتالي بتطلع ضعفها، بتطلع ضعفها. فالدلتا سي شو بتساوي؟ بتساوي التي سي بالنسبة لايه ناقص 2 تي بي ايه، بس بطلع قيمة الدلتا سي. هسا ايش بنحسب؟ نحسب تي بي بالنسبة لايه، تي بي بالنسبة لايه حسبتها وفثيت ايه طلعتها من التان انفرس، بعدين الثيتا سي حكيت انه الثيتا سي الثيتا اي بتساوي ثيتا سي بالنسبة لأي، اذا ثيتا سي بتساوي ثيتا سي بالنسبة لأي ناقص ثيتا اي، تي سي بالنسبة لأي بدي احسب هاي، شايف السنترويد هون هذا الكيرف ثلث بي في اتش ثلاث اربعة من الراس زائد نص القاعدة في الارتفاع في ثلاث ثمانية على ثلاث زائد ثمانية، ليش؟ هي انا بحسب من هون، انا بحسب سي بالنسبة لأي، يعني بحسب المسافة هاي، باخذ المومنت حول السي، هاي 8 على 3 وهاي 8. الكتاب كان حال تي اي بالنسبة لسي، او انه مش الكتاب، الدكتور ياسر كان حال تي بالنسبة لتي اي بالنسبة لسي ومطلع ثيتا سي قبل ثيتا اي، او العكس يعني مطلع ثيتا اي اول. بس هاي تي سي بالنسبة لأي بتساوي 2 تي بي بالنسبة لأي زائد دلتا سي، فدلتا سي بتساوي كذا.
الجوابين هاي. واي هي طريقة المومنت اريا ثيورم؟ نركز على موضوع خاص ممكن يجي، نركز كيف نرسمه. دائما نحن نرسم المماسات حول الأماكن المطلوبة، يعني ديفليكشن عند سي تلاقينا راسم دائما ديفليكشن عند سي، ديفليكشن عند ايه مثلا ماس، وبس بحسب المساحات طريقة بسيطة يعني. خلاص بقى بدي أحسب ثيتا ايه، فأنا بدي أجيب مساحة أقدر أجيبها بين ايه وجزء ثاني. بس هاي تكون ملخص الطريقة، ويعطيكم ألف عافية.